وللوقوف أكثر على تردي الأوضاع الصحية في العراق في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك معنا دكتور عرفان وأضحاكم مبارك. يا مرحبا ومساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام، وعيد مبارك للجميع إن شاء الله. أهلا بك دكتور عرفان. يعني بداية، هناك تسجيل لحصيلة غير مسبوقة من الإصابات بكورونا في العراق وأيضا نسبة كبيرة من الوفيات. بداية، ما رأيك بالإجراءات المتبعة للوقاية من الفيروس في العراق؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. لو نبدأ بتاريخ هذا المرض منذ بداية ظهوره في العراق وماذا حصل؟ أول حالة بدأت في العراق في شهر شباط من العام الماضي، بدأت في محافظة النجف، وأول وفاة في العراق سجلت في كردستان في آذار. يعني هنالك فرق يعني بين الاثنين هو أكثر من شهر، يعني بين حصول الوفاة وبين الظهور أول حالة. بدأت من البداية كانت هنالك محاولات مبكرة لإبطاء انتشار الفيروس، لكنها لم تفلح بسبب العلاقة المتوترة ما بين الشعب العراقي والحكومة في مجالات عديدة وضمنها مجال الصحة. هذا أدى إلى انتشار الوباء بشكل ملحوظ. تعاون المواطن العراقي مع الحكومة العراقية كان محدود جدا، بحيث كانت هنالك فئة قليلة من أبناء الشعب العراقي هي الملتزمة بالضوابط والإجراءات الصحية اللازمة، أما الفئة الأخرى هي الفئة التي نكرت وجود الوباء وذهبت إلى نظريات المؤامرة، وصل بها الأمر إلى تسخيف وجود الوباء مع الخروج بمبررات دينية أو غيبية تعزز إنكارها، يعني إنكار الوباء، إنكار وجوده. وهذا أدى إلى انعدام الثقة ما بين الحكومة والمواطن العراقي، وبالتالي زاد عدد الإصابات خلال الفترة الماضية. الحكومة العراقية أخفقت في منذ بداية الجائحة في إدارة ملف العراقيين العائدين من دول الجوار أو من الخارج، وهذه حقيقة إحدى أهم العوامل التي زادت من انتشار الفيروس وزادت من انتشار عدد الإصابات في العراق. لم تنجح المؤسسات الصحية في السيطرة على المنافذ الحدودية للعراق، ولم تتمكن أغلب الأجهزة الإعلامية العراقية من إقناع المواطن بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة. بالإضافة إلى ذلك أيضا الأزمات السياسية، أزمات سياسية متعددة وعدم إدارتها بشكل صحيح وتعقيداتها، وبالإضافة إلى ذلك تدهور اقتصادي أيضا في البلد، هيمنة الأحزاب السياسية وقوى خارجية على القرار السياسي في العراق، أفقد الجهات الصحية المقدرة على السيطرة على هذا الوباء. مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم مقدرة الحكومة العراقية على معالجة الآثار المعيشية والاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الحكومية لتقييد حركة المواطنين. يعني إحنا في بريطانيا مثلا لما صارت عملية اللوكداون أو عملية الحظر، كل مواطن كان يشتغل من أصحاب الدخل المحدود كان يعطون إلى راتب أسبوعي يحسب إلى هذا الراتب، يعني حتى تعينه على نعم على مكافحة أو على الالتزام بالوقاية، حتى تعين الفرد. زين انت بالعراق اغلب الناس واغلبهم هم عايشين على وضعهم المادي يعني السيء، وهو عايش بيومه، وبالتالي هذا اثر في التزام المواطن بالاجراءات الصحيه خلال الاشهر الاولى انتشار الفيروس. الفساد الذي ينخر في جسد المكون العراقي كان ايضا سببا في انتشار الاصابات. لا يوجد تثقيف، لا توجد رغبة حقيقية لتثقيف المواطن العراقي. هذه الأسباب التي أدت إلى انتشار الفيروس وتفاقمه. بعدين وراها لما بدأ موضوع اللقاح، العراق كان آخر الدول في المنطقة اللي استلمت اللقاح، وبالتالي هذا أثر أيضا في الفيروس انتشر، صارت طفرات وراثية كثيرة في دول العالم.
هذه الطفرات إذن بدأت تنتشر، نعم دكتور بدأت عرفان، يعني تنتشر بصفة. إذن بالمحصلة يعني اللوم الأكبر لربما يتجه نحو الحكومة، لأن كما ذكرت يعني لا قدرة للمواطن على الالتزام بإجراءات الوقاية في ظل الأوضاع المعيشية والفساد وحتى عدم السيطرة على المعابر. الآن ما الذي يمنع الحكومة من تحسين الوضع الصحي ومعالجة يعني أسباب انتشار هذا الوباء؟ وهل توجد ثقة ما بين المواطن العراقي والحكومة الآن؟ لا توجد. أنت حتى تكون واثق من حكومتك يجب أن توفر لك كل الإمكانات وكل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس. المواطن بدأ يعزف عن دخول المستشفيات لخوفه من الوفاة. صارت عندنا حالتين، شغلتين، يعني الشغلة الأولى لما المواطن يصير يصاب بالفيروس، أهل المواطن يبقون يطبون يطلعون، ماكو تثقيف، ما حد يقول لهم يابا ابقوا بالبيت، حتى المرافقين للمصاب يجب أن يكونوا موجودين بالبيت، لا هذا راح يطلع، هذا راح ينشر الفيروس. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحالات وصلت إلى مرحلة، اللي موجودين بالبيت وصلوا إلى مرحلة المضاعفات الخطيرة اللي هي ما بعد 13 14 أو 15 يوم. هذه الحالات هي حالات المضاعفات الخطيرة، هذا يبدأ الإنسان يوصل إلى مرحلة أن يحتاج إلى الأكسجين بعد، يعني ولهذا زادت عدد الوفيات. الحكومة غير متمكنة الآن من توفير كل هذه الإمكانيات. المستشفيات الحكومية، المستشفيات الأهلية سيطروا عليها مجموعة من أصحاب النفوذ المالي وأصحاب النفوذ الديني، بدأوا ينشرون، يعني صارت المستشفيات الأهلية عبارة عن مرتع للمتاجرة بأرواح البشر، وبالتالي أدى هذا إلى عدم ثقة المواطن العراقي، ما يقدر يثق لا بالمستشفى الأهلي ولا بالمستشفى الحكومي، وهذا أدى إلى زيادة عدد الوفيات. نعم، دكتور عرفان، الآن بالحديث عن متحور دلتا، هل هناك خطورة؟ هل هناك يعني تخوفات معينة يعني تراها الآن في العراق؟ متحور دلتا أخي العزيز ثبت أنه هو هذا المتحور يصيب الأشخاص اللي هم بأعمار الشباب. فأنت تتصور أنه متحور دلتا أغلب الناس هم شباب يشتغلون يطلعون يروحون إلى يعني أي مكان. هذا اللي يصاب في هذا المتحور في هذا الشكل من الفيروس، هذا راح يزيد، يعني بإمكانه أن يصيب 10 في نفس الوقت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا المتحور أيضا يصيب الأطفال. يعني الآن إحنا في بريطانيا بالأيام الأخيرة بدينا نشوف حالات إصابة للأطفال اللي هم كانوا ما موجودين بالمتحورات الأولى، الألفا والبيتا، لكنه هذا يصيب الأطفال. فسرعة انتشار الفيروس، سرعة انتشار هذا المتحور تجعل من السيطرة عليه في بيئة كالعراق وبإمكانيات العراق المحدودة للأسف نقول هذا الشيء، تجعل صعب السيطرة عليه، وبالتالي هنالك ستكون زيادة ملحوظة في عدد الحالات. يعني كثير من زملائنا الأطباء اللي هم يجوهم أطفال مثلا يصابون، أهلهم ما يصدقون، يقول ما يصدق بكلام الطبيب، وهذا خطر. يعني هذا الطفل راح يوصل الإصابة إلى الأب، راح يوصل الإصابة إلى كبير السن، وللأسف هذا هو واحد من الأسباب اللي راح تزود من الإصابة. ونحن مقبلين الآن في العراق على كارثة بيئية صحية غير لا يحمد أطلاعها. نعم، إذن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.